بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة لسائر العالمين سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إذا كان عطاء بمقدار كيلوغرام والضريبة قنطار، وإذا كان البلاء كيلوغرام ونتيجته عاقبته مع الصبر قنطار، شكون اللي خير؟ طبعا الأمور بالخواتم وبالعواقب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد، إذا ربي بلا عبده، والبلا ما هوش قبل مرض، حتى المال، لأن ربي قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والخير قال العلماء هو المال، بدليل إنه لحب الخير لشديد. طيب، قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، يعني في ذاته، قال الله تعالى للملك، عفوا، قال أعيد، قال الله تعالى للملك: اكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله. كان عبد مؤمن، يعني يصلي الفرائض ويزيد النوافل ويزيد الرواتب ويزيد السنن والتطوع، أو الله يصوم، كان يصوم الاثنين والخميس، ومن بعد عجز، عاد رمضان وما يقدرش يصوم الفريضة، ما يقدرش يصومها الصلاة، وما يقدرش يصليها من قيام، يعني كل الأعمال اللي كان يديرها من كان صحيح بس عليها. وش يقول ربي؟ ربي يجعل له ملك يقول له: عبدي مني كان صحيح، راه كان يأتي بكل هذه الأعمال الصالحة، قم بها أنت، ويأمر ملائكته: اكتبوها في صحيفة عبدي. يعني انظروا تلك النعمة. فإن شفاه الله، إذا كان برا من ذاك المرض والملك راه كان يقوم بهذه الأعمال وتكتب في صحيفته، غسله وطهره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبدأ صحيفته من جديد. يا من ابتلاك الله بالمرض، انظر ماذا أعطاك الله، فعليك أن تلاقي هذا البلاء بالصبر والاحتساب حتى تظفر بهذه الحظوة أو هذه المكانة العظيمة. طيب، فإن شفاه الله غسله وطهره، وإن قبضه، ماذا يحدث إذا كان مات في ذاك المرض؟ غفر له ورحمه، عمته رحمة الله وغفر الله له ذنوبه، لأن هذاك المرض هو تطهير لبني آدم، هو تطهير للإنسان، وهو في حقيقة الأمر بالنسبة للناس الصالحين الصادقين هو نعمة، لأن الله في حديث واحد آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. علاه يبتليه؟ به يرفع له درجاته. لا، لأن الكافر هذا البلاء بالنسبة له راح عقاب، أما بالنسبة البلاء للمؤمن راح عطاء، راح عطاء ليه، به ربي يكفر له ذنوبه ويمحي له سيئاته وينقله نقلة عظيمة من دار الفناء إلى دار البقاء سالما. طيب، إذن فرب أحبتي، رب بلاء يعيدك إلى الطريق المستقيم. كاين الناس المرض كان لهم سبة في الطاعة، كاين الناس كي راح لهم المال رجعوا لربي، كاين الناس كي راحت لهم الذرية رجعوا لربي، كاين الناس كي راحت لهم المسؤولية. إذن هنا وش نعتبره؟ البلاء هذا عطاء ولا ما هوش عطاء؟ نعم، أي عاقل يقول هذه قمة العطاء. ويتوج كذلك هذا البلاء، لازم أن يتوج بالصبر، توج بالصبر. قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فهنا أحبتي، بعد هذا البلاء وبعد يعني هذا الألم، ماذا يحدث؟ يسكن العبد المؤمن غرف الصابرين،
المحتسبين في جنة ربه. ما أعظمها عطية وما أغلاها هدية. ورب عطاء، رب عطاء قال هذا مال، هذه ذرية، هذا جاه، هذه من مسؤولية، من شعار، هذا قد يطغيك ويبعدك عن ربك وينسيك، فيكون سببا في ماذا؟ في خسارتك وفي خسرانك، وبالتالي يكون فيه هلاكك أيها الإنسان. يا من لا تعلم عاقبة الأمور والله هو الذي يعلمها. لكن أحبتي، العطاء مع الشكر يجعل المسلم يسكن غرف الشاكرين، والبلاء مع الصبر يسكنه غرف الصابرين. أسكننا الله وإياكم غرف الشاكرين إن شاء الله، وإذا ابتلينا نسكن إن شاء الله غرف الصابرين المحتسبين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.